الثاني الخاص بالثنايا أبكار وانطلاقة ممتازة وقوية. إذن انطلاقة ممتازة للغاية، أو هذا هو شوط الثنايا قعدان، هذا هو شوط الثنايا القعدان. إذن شوط الثنايا قعدان ينطلق على بركة الله، وعشرة مشاركين، انطلاقة سليمة، ونرجو إفساح المجال لسيارة التعليق والنقل. تسعة. إذن أيها الأخوة الكرام انطلاقة سليمة، إذن انطلاقة سليمة وموفقة أيها الأخوة الكرام، انطلاقة سليمة، ونذهب مباشرة إلى مقدمة الشوط لأرى المقدمة والصدارة. يحتل مقدمة الشوط شعار بن مسعود، ودخول عليه من شعار عتيق بن حمد بن قريع على ظهر مهاجر، يضع الشعار ابو حمد والنقله والدور دور المركز الثاني. المركز الثاني نتاخر قليلا لنرى المركز الثاني، مصيحان سعيد بن سالم بن مسعود يحتل ثاني المراكز، شعار العديد من الاسماء اللامعه والساطعه في هذه الرياضه. المركز الثالث، ثالث المراكز، المركز الثالث صوغان محمد بن علي السندوانه يحتل ثالث المراكز، بينما رابع المراكز مركز الرابع لحاق حبيب بن محمد بن راشد المري، وخامس المراكز صوغان لجار الله بن حمد بن جهويل المري. هذه أيها الأخوة الكرام الخمس المتقدمة الأولى أذعناها كاملة مكملة، والعودة إلى المضمرين العمالقة، العودة إلى بن قريع، ما زال يريد المهاجرة، يريد الانطلاق ويهاجر بن قريع، ولكن بن مسعود يلاحق، بن مسعود يطارد، بن مسعود أيضا يبحث عن نقطة في هذا الشوط، إن استطاع بطبيعة الحال، ولكن عتيق بن قريع يقول أنا هنا أنا لها في هذا الشوط، ويريد أيضا يريد أن يبرهن على الحضور والقوي في بداية الموسم. كل المضمرين، كل الملاك يهيئون أنفسهم لموسم قوي وشاق، وجوائز نقدية قيمة توضع لأول مرة هنا في هذه السباقات النقلة والدور. دور المركز الثالث صوغان محمد بن علي السندوانة أيضا يريد أن ينضم إلى خضم المعركة القوية، ولكن مهاجر يهاجر ويطير بشعارك يا عتيق، يا بن حمد، يا بن قريع، يا سلام، يا عتيق، يا سلام. الله، أبو حمد يتواجد وبقوة، ولكن الخوف على مهاجر من قبل مصيحان، اللي ينطلق مصيحان وينطلق مهاجر، ومهاجر مستعد أيها الأخوة، متأهب للانطلاق والانقضاض في هذا الشوط الأول للثنايا قعدان. الشوط القمة إلى أين سيتجه؟ ما زال مهاجر هو الأقرب وهو الأجدر حتى هذه اللحظات. انطلق مهاجر، وصباحك فل يا عتيق، يا بن حمد، يا بن قريع، صباحك ناموس شحاني، صباحك فوز في بداية الموسم إن استمر هذا القعود الثني على هذه الانطلاقة القوية والفولاذية. الله يا مهاجر وين؟ مهاجر على وين يا مهاجر؟ مهاجر للناموس، مهاجر لانتزاع المراكز الأولى، مهاجر للزعفران وانطلاقته ممتازة، ولكن الخوف من قبل مصيحان في ثاني المراكز، وينطلق وانطلاقته ممتازة للغاية، أيضا تعود ملكيته لسعيد بن سالم بن مسعود، بينما ثالث المراكز مع محمد بن علي السندوانة يحتل ثالث المراكز، شعارك السندوانة على ظهر صوغان، ولكن العودة إلى المعركة الطاحنة، والتي أراها وللأسف لما تمكن من الاقتراب منها لزحمة المركبات في مقدمة هذا الشوط. الله يتسلل أيها الأخوة مصيحان، يتسلل مصيحون، يا سلام يا مصيحان، ينطلق مصيحان وينقض على مقدمة الشوط ليسحب البساط من تحت أقدام مهاجر. ينطلق مصيحان وينطلق مهاجر في ثاني المراكز لعتيق بن حمد بن قريع المري، ولكن مصيحان أيها الأخوة، أيها الأعزاء، سعيد بن سالم بن مسعود، الله
الله يا ابن مسعود، يا سلام يا سلام يا هذه الانطلاقة، يا سلام يا هذه الانطلاقة الفولاذية بعد الكيلو متر الأخير. الله يسمع الصيحات مصيحان، سمع صيحات الجماهير وانطلق. وشعار الصقيل بالفعل، اشعار العديد، اشعار اليم، اشعار العديد من الهجن السبق التي شرفت في الميادين صاحب هذا الشعار سعيد بن سالم بن مسعود. تهانينا انفاز يا سعيد، تهانينا انفاز مصيحان على هذا الفوز المستحق. 600 متر أخيرة ومصيحان ينفرد وينطلق بشعار بن مسعود. واسعد الله صباحك، اسعد الله صباحك يا سعيد، يا بن سالم، يا بن مسعود، يا هذا الشعار. الله يا هذا الشعار الأخضر والأسود، هذا الشعار الأخضر والأسود. يا سلام يا سلام يا شاعرنا سعيد بن سالم بن مسعود، تستاهل الناموس، يستاهل الناموس أيها الأخوة على هذا الفوز. وسلامي عليك يا بن مسعود، سلامي عليك من هنا، من هنا إلى هناك، إلى العزبة العامرة بالفوز والناموس. إذن أيها الأخوة، أيها الأعزاء، الشوط الأول للثنايا ينتزعه بن مسعود انتزاعا، ينتزعه انتزاعا على ظهر مصيحان. ومرحبا بهذا القدوم، أهلا وسهلا بقدوم مصيحان وبأمثال مصيحان. إذن وبداية موسم موفقة وقوية، تهانينا 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 لسعيد بن سالم بن مسعود، تهانينا القلبية. لحظات الاقتراب من خط النهاية، يصل ويقترب وخط النهاية يرحب، يرحب بهذا القدوم الميمون. لحظات الوصول، تهانينا. والناموس سعيد بن سالم بن مسعود المركز الثاني، المركز الثاني لفاران بن عتيق بن قراع المري، المركز الثالث محمد بن شفيع بن مقبل، المركز الرابع رابع المراكز مهاجر عتيق محمد بن قراع، المركز الخامس صغان لمحمد بن علي السندوانة المري. تهانينا والناموس لمالك مصيحان سعيد بن سالم بن مسعود. التوقيت الزمني 6 دقائق 39 ثانية، 71 جزء من الثانية. أبو سالم كيف